حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم حدثنا ابن شهاب عن عروه ان عائشه قالت اهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت انها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليله عرفه فقالت يا رسول الله هذه ليله عرفه وانما كنت تمتعت بعمره فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي راسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك ففعلت فلما قضيت الحج امر عبد الرحمن ليله الحصبه فاعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت